ومستمتعين. قبل كذا مشاهدينا الكرام خلوني انتقل واياكم الى مشاعر الاهالي مع المراسل والمبدع نواف العتيبي. نواف كيف الاجواء عندك يا نواف؟ يا هلا حياك الله يا اخ سلطان، الاجواء جميله جدا كما هو موضح امامنا، ويبدو ان الاهالي متحمسين اكثر من المتسابقين. ونبدا ان شاء الله ناخذ لقاء الان مع، ممكن تعرفنا على نفسك؟ ابو احمد رخيه. يا هلا والله ومرحبا. هلا وسهلا فيك. كيف شعورك واحمد جالس الان في الستيج؟ والله ابني انا عم متوتر الحين احكي لي، انا ما ادري ايش اقول حتى. انا اعتذر منك لكن باذن الله باذن الله ان الفوز يا رب يا رب يا رب الفوز ان شاء الله لابني يا رب. نقول ان شاء الله، ويبدو انه متحمس واحمد شكله بينافس على المراكز الاولى. والان لقاء اخر مع ابو ضاحي. الله حياك الله يا ابو ضاحي. الله يحييك يا مرحبا ومسهلا. دقيقه خلص. يا هلا والله ومرحبا. قلبك. يا الغالي كيف شعورك؟ والله اني فخور بولدي، عليه صوت طيب ونشازه. يا ما شاء الله بإذن الله. ما شاء الله الاول بنشاز السعوديه باذن الله. يبدو ان الاول منافس بالنشاز. بالنشاز ما شاء الله، راح تكون ليله شيء عجيب. ابو سياف. ابو سياف. نعم ابو سياف حياك الله. انا متفائل سياف من يوم انه صغير، هو صوته يعجبنا في البيت، حتى انا صوتي ترى حلو صرت نفسه امانه. اسمك؟ يعني ما ادري. لا خليني اسمك. الا الرحيل ارجوس لا تذكرينا. فناوي نشارك ان شاء الله مع الاباء في السنه الجايه. الله لا يجعلنا حق السنه هذه من غير شر. يعطيك العافيه يا اخوي. الله يبيض وجهك. اخ سلطان، اوه في واحد هنا. كم بليز. كم. السلام عليكم. هلو. هلو ماي فريند. هاي. هلا. تتكلم عربي لو سمحت؟ ان انجلش بليز. الله يقطع ابليس الحاره، ما ادري شو نسوي. I am his friend ضاحي الشمري. اه هو صديق ضاحي الشمري. Yes. يقول انا اخوي ضاحي. I came from America. جاي من امريكا. He's a good singer. ما شاء الله. He will whine. ما اوكي. يقول ان ضاحي يجي ينافس من المراكز الاولى. يقول ان الاول مشهور بفنجاله. ويبدو ان الليله او الصباح هذا عجيب. عجيب جدا. ونرجع ان شاء الله لاخ سلطان. حياك الله نواف مجددا، اجواء جميله تابعناها مع الاهالي وشعور كبير بتنافس في مسابقه لاول مره. من اللي اليوم بيحصل على المركز الاول في اول نسخه من برنامج ذا باد فويس اسوأ الاصوات؟ طبعا خلونا نرحب باول المتسابقين والمتنافسين اليوم.